اهلا بحضراتكم من جديد ومعاكم في الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن ناجي خليل عضو لجنه اكتشاف المواهب في النادي الاهلي. هنتكلم معاه في امور كثيره جدا جدا. كابتن ناجي برحب بحضرتك. لا انا سعيده معاك النهارده، ربنا يكرمك. ده كابتن يعني حضرتك يعني حبيبي طبعا، ويعني العلاقه العشره طيبه اللي بتجمع بيني وبين حضرتك اكيد بسطاني ومخليني بقى النهارده ان احنا ايه مين وانت صغير اول مره نكون مع بعض كده في حاجه جد. ده كابتن ناجي امور على ربنا. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك. في البدايه طبعا يعني حضرتك كعضو لجنه اكتشاف المواهب عايز اطمن على اللجنه، عايز اطمن على حضرتك، وعايز اطمن بقى بشكل عام على انا عارف ان هو موضوع صعب، انك اكتشاف المواهب ده موضوع بيتطلب الكثير والكثير من المجهود بقى، فعايز اطمن في البدايه. عايز اولا بص يا كابتن، هو عايز خبره كبيره صح، لكل مرحله سنيه ليها شكل في الاختيار. يعني المقاييس بتاعت الولد الصغير، يعني الولد الصغير سنه بسنه تفرق، وبعدين كل ما تكبر المقاييس بتختلف، كل ما يكبر العمر كل ما المقاييس تختلف. خش بقى في اللوحه البدنيه والتكتيكيه ومواقف اللعب والمركز. أني حاجات كتير. أني اصعب يا كابتن اختيار الولد الصغير؟ الولد الصغير بتبقى فيه صعوبه لانه ملوش مسطره. الكبير بيلاقي مسطره، بيلعب باك رايت. طب مواصفات الباك رايت ايه؟ تك تك تك، وبعدين بتقارنه باللي عندك. لكن الولد الصغير مفتوحه وجنرال وملهاش مقاييس. يعني انت مثلا ممكن يعدي عليك ولد مثلا عنده مهاره كويسه، كورته كويسه، لكن مش هو ده كله اللي انت عايزه في الكوره. يعني ممكن يكون ولد جسمه كويس، بيعرف يبص كويس، عنده منتاليتي شخصيه كويسه كمان، قوي، ده ممكن ما تختاروش يعدي عليك، لان انت في السن الصغير بص المهاره بس، وده مش مظبوط. طيب هل حضرتك يعني الفتره اللي جايه ناويين او شغالين على المنتخبات الشباب اللي موجوده، منتخب مصر الاولمبي ممكن يكون ده؟ اسال الكابتن ربيع يقول. ما انا عايز اتكلم في كده، في منتخب 97، بس انا اعتقد يا كابتن ناجي ان السن ده كبر شويه على اختيار ان انا اكتشف مواهب، يعني ده بقى خلاص فريق اول. فانا بالنسبه لي والله ممكن، يعني انت ساعات بتشوف احنا بنروح الفرق الدرجه الاولى ممتاز بيه والدرجه الثالثه، ساعات بيلعب لعيبه عندها امكانيات كويسه جدا بس عايزه زقه، عشان ما هو انت جايب اصل اللعيبه اللي انت بتجيبها كلها لعبت في ملاعب انديه صغيره، بس انا احنا عندنا فرصه ان احنا نعير. يعني ممكن تجيب مجموعه من اللعيبه دي وتعيرهم فتره، يروح نادي يلعب فيه فتره كويس، زاد هاته، ما زادش حطه في، انت جايب ثلاجه بتحط فيها فريزر كبير بتحط فيه اللعيب. وبعدين عندك حريه النهارده، انا ممكن تجيب اللعيب ما يبقاش مسجل عندك في القائمه، تشتري عقده وتعيره. فدي احنا هنشتغل عليها الفتره الجايه. منتخب 2001، هل كابتن ناجي شايفين في بعض العناصر الكويسه؟ هاي كابتن ربيع بيسهل لنا العمليه جدا، لانه بيلف مصر كلها وبيدور في الحصى. بس انا بس مش عشان ابوك يعني، ما انا عايز اقول حاجه ثانيه. وبالامانه هو لما حد بيسأل على لعيب في اي حته في مصر، والله مش بس الاهلي بيتكلم عليه. مش عايز اتكلم بس عشان ده مش مظبوط يعني. بس هو ساعات بيقول لنا، يقول لي ناجي في لعيب كذا 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 بيلعب في الحته الفلانيه ما تشوفوه. انا مش عايز اقول كده بطك عشان هو بطك ماسك المنتخب ويبقى مفروض على بعد كامل من كل الانديه. بس انا بتكلم في حته ثانيه، ان هو لما اي حد غير النادي الاهلي بس بيساله كابتن ناجي بيجاوب. هو لا مشكلة. هو الصراحه عشان بس ما حدش يعني إيه، حضرتك عارف ان ما حدش بيقول، يعني ممكن حد يتخيل ان دايما لما يكون المدير الفني ينتمي الى نادي معين فدايما بيكون كل التوجه لنادي ده. هو كابتن ربيع بيشوف اللي انت ما بتشوفوش صح، وبيدور في حتت صعب جدا توصل لها، وبيروح يعني بيروح كل المباريات، هو ياخد مجموعه كبيره من نادي الزمالك طبعا، واخد لعيبه، مع ان 2001 عندنا من احسن الفرق المفروض اللي في مصر. طب انا عايز اقول لك على حاجه صغيره بالنسبه للحته دي، دايما الكابتن ربيع عنده يعني وجهه نظر في ان هو كل معسكر بيجرب بعض العناصر الجديده، فالبعض مش بيفهم كده، بعض اولياء الامور او بعض الناس اللي بيبقوا موجودين انه خده خلاص، ان هو استبعد فلان عشان اخد فلان، وبالتالي هو مش مقتنع بقدرات فلان على حساب علان. لا، هو الموضوع زي ما حضرتك عارف ان هي بيدور وبيلف علشان يشوف اللعيبه كلها، وبيعد كل واحد حقه. انا عايز اقول لك على حاجه في الكوره، معلش يعني اللعيب ممكن انت تتفرج عليه تلاقيه هايل، ولما تجيبه تدربه وتعاشره تلاقيه مختلف تمام. طب ايه الفرق يا كابتن ناجي؟ ايه اللي بيحصل؟ ال 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 السلوك والتعليمات اللي انت بتقولها له بينفذها ولا لا؟ شخصيته بتبقى قريب منه، على مثل يقول لك تعرف فلان عشرته، لا يبقى ما تعرفوش. هو لعيب الكره كده، لعيب الكره اكتر واحد يعرف اللعيب لما تعاشره مده وتدربه في الملعب، بتقدر تحكم عليه كويس. عشان كده المدربين الاجانب عندهم التدريب اهم حاجه في اختيار العناصر اللي بتلعب. طيب
يعني عشان خاطر يعني الفتره اللي جايه عندكم بقى، يعني اعتقد ان عند حضرتك بطوله امم افريقيا اكيد 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 هتتابعها. عاملين لها برنامج، واحنا بنلعب، واحنا كمان تابعنا كل المباريات اللي اتلعبت في دور 32 وما قبل 64 متابع كله. انا اعتقد ان حضرتك متابع الاثنين. ايوه مش متابع طرف واحد بس. لا انت حضرتك بتتابع المنتخبين، لعل عسى ممكن يكون واحد يعني ممكن يلفت انتباه حضرتك، وبالتالي هو دلوقتي انا عايز اقول لك حاجه. هو النهارده في صعوبه جامده جدا في افريقيا انك تجيب لعيب زي زمان، ما حدش شايف الايجنسي زادوا قوي، الوكلاء زادوا قوي، منتشرين في افريقيا، حتى الافارقه بقى بيشتغلوا وكلاء. يعني كان زمان الافريقي ما يعرفش حاجه اسمها وكيل، بتروح ممكن تجيب لعيب ما حدش شايف. النهارده اللعيب الكويس متشاف ومتسمع وبيتقال في اوروبا، واوروبا عامله مدارس واكاديميات في الدول دي. يعني اللعيب صعب جدا ان لعيب كويس ما يعديش على الدول دي والامكانيات دي. بس ممكن انت تجيب واحد صغير السن ما يكونش متشاف قوي بس عنده امكانيات، ممكن يكون موجود في البطوله الافريقيه اللي جايه للمنتخبات الاولمبيه، ولا ده برضه عدى السن وبالتالي خلاص بقى يلعب فريق اول، فصعب ان انت تسيطر عليه وصعب انك تجيبه، فممكن تبص للبطوله للاصغر من السن. جايب بتاع مال اليوديانج طبعا، بس جايبه مبلغ كبير. ماشي، ما هو انا بتكلم على مبالغ ما ده صغيره اسمار. صح طبعا 100%. انت لازم بص، الانديه الكبيره عمر لازم تشتغل على الناحيتين، صح، كوره واستثمار. ما ينفعش تشتري بس، لازم تشتري وتبيع عشان كل قاتل نادي في العالم، مانشستر يونايتد، ريال مدريد، كله بيشتغل كده. لازم تشتري وتبيع. هو حد بيبيع نيمار؟ لا، بس نيمار هو اللي باع نفسه. لا انا بكلمك عن لا انا برشلونه اللي باعوه. انا بكلمك عامه، يعني انا بكلمك عامه شرط جزائي كريستيانو رونالدو. يعني فهي الكوره كده، لازم عندك استثمار ويبقى عندك فيجن، رؤيه ان اللعيب ده ممكن بعد فتره. طب ما انت بعت تريزيجيه، بعت رمضان صبحي، احمد حجازي مثلا، بعت راس الحربه اللي كان عندنا اللي جاب جون في الزمالك. تمام. يعني ده ممكن، يعني ده استثمار وبتجيب. تشتري وتبيع وتجيب، تشتري وتبيع، بس عندك قوام لازم تحافظ عليه. بتجتمع مع اللجنه الفنيه كابتن ناجي، او بيبقى في تواصل ما بين حضرتك وبين اللجنه الفنيه؟ أيوة. لجنه التخطيط الكابتن زكريا والكابتن طه باستمرار الكابتن محمود صالح، الكابتن خالد بيبو، كابتن محمود صالح على طول مع الكابتن زكريا طبعا، والكابتن خالد بيبو، في اجتماعات وتبادل اراء. واحنا بيجي لنا من الكابتن فتحي مبروك حاجات كده، يقول لك احنا محتاجين باك ليفت، محتاجين باك رايت، او يعني مثلا في سن معين. يعني كابتن فتحي يقول لحضرتك احنا محتاجين باك ليفت في سن معين؟ لا، في 2002، في 2003، بالظبط، في 2004، في 2000 وكده يعني. بس احنا دي بتبقى محدوده في لعيبه، لكن تحت مفتوحه. يعني مثلا 2002 2003 و2004 بتجيب مركز، لكن تحت مفتوح. هل الكابتن ناجي عنده بنروح نتفرج على دوري البراعم؟ يعني بنروح الساعه 7 الصبح و8 الصبح نتفرج على دوري البراعم. ليه؟ لان الفرق بقى الصغيره دي ممكن مثلا الاهلي بيلعب الاماريه، بيلعب مش عارف ايه، فرق مش معروفه بيكون فيها لعيبه على امكانيات، واخدين اسامي لعيبه كتيره وكده، وهنعرضهم قريب على قطاع الناشئين. طيب عايز اروح بقى مع حضرتك لملف الفريق الاول للنادي الاهلي، وعايز يعني اخرج بقى من كابتن ناجي خليل عضو لجنه اكتشاف المواهب لكابتن ناجي خليل، اللي هساله على النادي الاهلي واساله على فايلر واساله على رايه بشكل عام للفترة الماضية كلها، من أول ما مستر ريني فايلر تم اختياره وتعيينه لحين توقف بطولة الدوري. عايز أعرف تقييم حضرتك للفترة اللي فاتت. هو الراجل ده عمل حاجات مهمة جدا. أول حاجة عملها إن في لعيبة طور في لعبها، يعني زي رمضان صبحي. عمري أنا كنتش مقتنع بلعب رمضان شخصيا، يعني ممكن زمايلي عارفين. دلوقتي أنا باصم بالعشرة. ليه بقى؟ هو طوره. أنا عارف يا كابتن ناجي، هات لما تقول أنت مقتنع تبقى مقتنع. عارف تمام، مش هتقول كلام من ورا. لا لا، هو طور لعبه، طور اسلوب لعبه من غير كوره، وده كانت مشكله رمضان، اللعب من غير كوره، اللعب على الجون، الجري من غير كوره. كان اللعيب المهاري دايما عايز الكوره في رجله، ما بيحبش ياخد في مساحات، مع ان هو عنده قدرات، سرعات وقوه تقدر تخليه ياخد في اي مساحه في ظهر اي مدافع. طور لعبه. بعدين بقى ايه؟ لما تتفرج على فرقه النادي الاهلي تحس المسافات قربت، ما بقاش فيه الجاب الكبير اللي كان موجود في فرقه النادي الاهلي. تحس المدافعين هنا والمهاجمين هنا والمسافه بينهم كبيره جدا. دلوقتي تحس ان الفرقه بتلعب في 30 40 50 متر بالكتير قوي الفرقه. فده يعني هو انا حاسس ان في تطوير، حتى كمان النواحي البدنيه
عند النادي الاهلي بقت عاليه. الاهلي بيلعب من قدام فترات طويله ما كانش بيقدر يلعب دي يعني بيلعب من قدام مع الفرق فترات طويله وبيقطع الكره بسرعه، دي برضك عايزه بدني عالي ما كانتش موجوده. عشان كده الاهلي كان مصمم يلعب الزمالك، الماتش ما يتاجلش في الفتره دي. طب معلش طب لو حتى لو الماتش ما تاجلش ولو الماتش دلوقتي هيتلعب المفروض يعني النادي الاهلي ان شاء الله يعني لحد دلوقتي الاهلي لن يستأنف مبارياته الى بعد ماتش الزمالك، فماتش الزمالك هيبقى فيه شهر او فيه 25 يوم. هل ده ايجابي للنادي الاهلي هو ولا سلبي على النادي الاهلي؟ لا انت عندك لعيبه في المنتخبات يعني مش فارق معانا الوقت، لا ايا كان الوقت ايه هو الاهلي بدنيا كل ما يكون في فتره راحه اطول هيرجع اقوى. يعني انا قصدي ان احسن لعيبه عندك في المنتخبات تقعد فترات طويله بيجي لك قبل الدوري باسبوع ولا خمس ايام ولا ست ايام مش شغلك. حلو مش شغلك دي صح يا كابتن نجم، مش شغلك صح؟ مش حاجتك. لعيب جاي لك قبل الدوري بخمس ايام وبعدين النادي الاهلي بيدفع ضريبه ان عنده عدد كبير من اللعيبه في المنتخب سواء اولمبي او منتخب اول. فدي المشكله اللي بتواجه النادي الاهلي، لكن لو انت الامور ماشيه واللعيبه عندك انت عارف بتعمل ايه والبرنامج هتعمله ازاي وتخطط ازاي. لكن انا هل ممكن احط برنامج اخطط لاحمد فتحي وهو بيلعب في المنتخب، رمضان صبحي وهو بيلعب في المنتخب؟ عارف انا هو بيتمرن ايه؟ بيعمل ايه؟ يعني تبقى العمليه صعبه. انما انت كلمني الكلام ده لو اللعيبه دي عندي وانا محافظ عليها وبشتغل واحد اثنين ثلاثه اربعه يعني عامل لهم برنامج للزياده. لكن المشكله بتواجه المدرب ان اللعيبه كلها مش معاه. فانت طيب ما تضمنش اللي جاي شكله ايه؟ عايز اعرف اخد راي حضرتك، هل تغير الاجهزه الفنيه والمعد البدني للنادي الاهلي من فتره لفتره على حسب ما كل مدير فني بيجي وبيجيب معد بدني معاه، هل ده بيفرق في حجم الاصابات واللياقه البدنيه للعيبه ولا كل المدارس قريبه من بعض وبالتالي مفيش ازمه؟ عشان الناس محتاجه تفهم والناس محتاجه تعرف. المدارس قريبه بس الفروق الفرديه بين اللعيبه مختلفه. يعني انت اول حاجه بتعملها القياسات. صح. القياسات دي بتحدد لك المدرب اللي كان قبلك شغال ايه وانت هتشتغل ايه وهتعمل ايه. القياسات دي اللي بتحدد الراجل، لان البدني هو الحاجه الوحيده اللي واحد واحد يساوي اثنين. تمام صح؟ خلاص انت بتشتغل على دي. فلو معد بدني بيحط تخطيط، في تخطيط قريب وتخطيط بعيد يعني. هو بيحط مثلا بيقول انا هلعب بعد ثلاث اسابيع اربع اسابيع على ضوء القياسات اللي بيعملها والفروق الفرديه اللي موجوده في النواحي البدنيه للعيبه. الراجل بيشتغل اذا كان، وانا حاسس ان الفرقه فيها تحسن كبير في النواحي البدنيه. انت لعبت الساعه 3 في اسوان الظهر، فرقه بتلعب من قدام 60 70 دقيقه، صعب جدا جدا. فده دليل ان البدن بتاع الفرقه كويس جدا ولا ايه؟ لا طبعا صح. طيب يعني احنا كابتن ناجي لو قلنا ان مستر فايلر في اربع ماتشات حقق اربع انتصارات فاحنا كده بنديله العلامه الكامله 100%، ولا حضرتك شايف ان في بعض الاصول اللي ممكن يشتغل عليها؟ لا هو زي ما تقول البدايه كويسه الستارت، يعني واحد بيطلع مثلا 100 متر بيطلع الستارت كويس فتقول اه ده هيفنش كويس. شايف ان البدايه بتاعت ماتش الزمالك هي اللي ادت المدير الفني واللعيبه الدفعه اللي وصلوا بيها لحد دلوقتي، ولا لو ما كانش ماتش الزمالك في الاول كان الوضع هيختلف؟ انت عندك مروان محسن وصلاح محسن وازارو ولعيبه اجاي اللي كان بعيد خالص قبل. يعني انت لو تيجي لاي واحد في الكوره ملاش الجمهور الناس اللي شغاله في الكوره، انا ما توقعتش انه يلعب. لا انت لما تيجي صلاح، انا قلت صلاح محسن هيلعب. لا ممكن اجاي لو الفتره اللي هو كان فيها فت. انا بقول لحضرتك ماتش الزمالك لما جينا نتوقع التشكيله انا قلت صلاح محسن راس حربه. عمرنا كابتن ما حد قال اجاي. هو العالم كله النهارده بيلعب على الشادو سترايكر، مفيش حد بيلعب براس حربه صريح زي زمان. شادو سترايكر دي اللي هي المهاجم الوهمي عشان يعني محدش بيلعب بالمهاجم الصريح ده زي زمان. حتى برشلونه يعني ما بيلعبش بمهاجم صريح قوي يعني. مانشستر سيتي اللي بيدوا حريه للجناح. السيتي اجويرو خلاص ما بقاش ياخد مكانه. بيلعب كل شويه. هو كان بيلعب كده بيدوا حريه للتحركات اللي جايه من تحت. يعني زي اقول لسيادتك انت راكب عربيه بتاخد خمس تنفار، خمسه راكبين، لو حد جه ركب هيعرف يركب؟ لا. يبقى اللي جاي من تحت مش هيلاقي مكان. كل ما تفضي كل ما بتدي فرصه للي جاي من تحت بالتحرك طبعا بالظبط يعني بتدي حريه للتحرك بتاعه والتكتيك يبقى اعلى. حلو يا كابتن المثال ده كابتن كابتن ناجي. طيب كابتن ناجي السؤال اللي دايما بساله لضيوفي لكن وجهات النظر بتكون مختلفه، تدوير اللعيبه والسياسه اللي بتبعها مستر ريني فايلر اللي في الاول لعيبه
ما كانوش منها، فكان في شويه كده ايه يعني شويه يعني ساعات صغيرين كده، لكن بعد كده بدات اللعيبه تعرف ان هو مش بيستبعد علشان المستوى ده، بيستبعد علشان خاطر امكانيات اللاعب في خلال 3 ايام ما تستوعبش 180 دقيقه. انا هديك مثال صغير، عمرو السوليه وحمدي فتحي اتغيروا كم مره؟ اتغيروا يعني ده كتير ده لا 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 بيانج ماتش واحد بس، ما انا بقول لحضرتك اليو ديانج لعب، لكن الاثنين بس الاثنين ثابتين معظم المباريات. هو في الاربع ماتشات هو او في ماتش في افريقيا هو لعب اليو ديانج، في ماتش ما لعبش حمدي فتحي، ففي عمليه تدريب في نص الملعب، في نص الملعب بسيطه. هو بيحافظ على الاقامه رئيس الفرقه، يعني السر يعني يعني ايه ما بيهزش الفرقه، انت ممكن تعمل روتيشن يهز الفرقه. وبعدين هو عنده ثقه في اللي بيلعب. طب ايه الاماكن يا كابتن ناجي اللي ممكن تهز الفريق؟ نص الملعب، الدفاع، الهجوم؟ لا نص الملعب طبعا، نص الملعب ده الاساس، وبالتالي التغييرات فيها تكون محدوده. والجناب يعني لما تلعب بجراد يعني غير الجناب الباكات ولا الونجات؟ لا الونجات. لما تلعب بجرالدو غير لما يعني جرالدو ما تقدرش تطلب منه ان هو يخش راس حربه براس حربه، قليل جدا مع الكوره بس يعني يعني اوفر بتاع يعملها، لكن ما يتحركش من ورا راس الحربه هنا كده. رمضان صبحي ممكن يعملها، فهو ساعات بيبقى شايف الفرقه اللي بيلعبها محتاجه ايه ويلعب عليها ويغير. ما بيعملش الروتيشن كده يعني. وبعدين الفرق اللي احنا عندنا الميزه ان هو الفرق اللعيبه قريبه من بعض، ما فيش الفجوه الكبيره دي. يعني مع احترام النادي الزمالك لما عمل ماتش اف سي مصر عمل التغيير ده، الفرقه حسيت ان الفرقه خدت غطس لان اللعيبه مش قريبه من بعض. قريبه من بعض يا كابتن بمعنى ايه؟ يعني هل اللعيبه قريبه من بعض؟ قريبه امكانياتها يعني امكانيات ان انا احط واحد احط الثاني الاقيهم نفس المستوى قريبين من بعض. عايز اقول لك على حاجه، لما يكون التكتيك عالي الفروق بتقل. طب لو التكتيك عالي وامكانيات اللعيبه عاليه يبقى حلو كويس قوي صح؟ قوي. لكن انا ما ينفعش العب بتكتيك عالي وانا عارف ان انا لو حطيت عملت روتيشن ممكن ما يكونش بنفس المستوى. انا بقول لك كده، لما يكون التكتيك عالي الفروق بتقل. التكتيك عالي بالفروق بتقل. طيب مع توقف الدوري هل حضرتك شايف ان دي فتره هتكون كبيره ولا فتره معقوله بالنسبه للانديه المصريه بشكل عام والاهلي بشكل خاص ان هم يستعدوا لعوده الدوري من جديد، والاهلي بيستعد بشكل مختلف دونا عن بقيه الانديه بمعسكر خارج هيكون في الامارات؟ انت لو في يعني يعني انت النادي الاهلي ونادي الزمالك والانديه الكبيره بياخدوا منهم كميات كبيره جدا، حتى في المنتخب الاولمبي لعيبه كتيره جدا. لكن لو انت في مثلا الاسماعيلي فيه اثنين والاهلي فيه اثنين والزمالك فيه اثنين كنت تقدر تستهدف الدوري ولا قبل الدوري دي ما تشتغل ولا غلط؟ لا صح طبعا صح. لكن هي المشكله انت بتاخد خمسه سته لعيبه قوام اساسي من النادي، ما اقدرش العب الدوري من غيرهم. انا ما اقدرش اجبر المدرب ان هو ما يخش قوام اساسي. انا بكلمك عامه انا عارف عشان كده بقول لك. لكن تقدر تلعب دوري لو انت مش لو واخد منك واحد واخد اثنين واخد من النادي الثاني واحد اثنين، لكن المشكله ان القوام الاساسي بتاع الفرق دي بياخدوه من النادي الاهلي او من نادي الزمالك. طيب المعسكر الخارجي هل حضرتك شايف ان هو مناسب للنادي الاهلي ان هو يستعد مع انديه قويه زي بني ياس والعين وزي يعني معسكر خارجي اجواء ظروف الامكانيات حتى الجو بشكل عام يكون مختلف عن كل شيء هنا له علاقه انت بمصر. انت لما تكون عيان تروح للدكتور يقول لك غير جو. هو ده تغيير الجو، انك طول كل يوم بتيجي النادي الاهلي فهم كل يوم بتيجوا الملعب فهم عيانين. لا انا قصدي عامه يعني انت لما تيجي كل يوم نفس المكان لازم تعمل ريفرشمنت كده طبعا طبعا غير جو طبعا. طب الماتشات الوديه بالنسبه للاهلي بدون اللعيبه الدوليه هل دي ممكن تكون منفذ للعيبه اللي مش طبعًا. بتلعب علشان تثبت نفسها طبعا طبعا طبعا. ما انا بقول لك لو المسافات قريبه بين اللعيبه الفروق مش كبيره، يعني ريال مدريد عالم الموضوع ده لان هو بيعاني لحد دلوقتي بيعاني. الفروق كانت كبيره، الفروق كانت كبيره جدا وعمال غير مش قادر عايز وقت عشان يوصل للتيم اللي هو هيقدر يلعب بيه كويس. طيب يعني المعسكر وعايز اقف عند المعسكر وعايز اخد راي حضرتك في فتره التوقف هتضر ولا هتفيد الفتره الطويله؟ احنا قلنا فتره التغيير والدكتور يقول لك غير جو بتغير اسبوع خمس ايام، لكن احنا دلوقتي بنتكلم في الدوري لن يستأنف لفتره طويله تقريبا 25 من يوم 8 ليوم 25 فهنتكلم على فتره ثلاث اسابيع يعني فهل دي طويله ولا عاديه؟ لا انا عايز هي طويله طبعا. عايز اقول لك على حاجه، انت النهارده عملت المعسكر واللعيبه دي لعبت مطوشه هايله وفي لعيبه هايله بردك اللي هيجي المنتخب هيلعب لا طبعا لا يجي المنتخب يلعب طبعا. طيب انت مش ضامن جاي المنتخب ده شكله ايه؟
كسبان خسران نفسيته ايه؟ طب ممكن اسالك سؤال بقى كده يعني برضه مش مظبوط؟ لا صح، بس انا عايز اسالك سؤال، هل حضرتك شايف ان المنتخب الاولمبي قادر على الوصول لدور قبل النهائي؟ عايز اتكلم بامانه واتكلم بصراحه، ولو احنا في الاول لسه ما لعبناش، لو كابتن ناجي شايف بعض القصور اللي موجوده ممكن ينصح كابتن شوقي غريب بايه خلال الفتره اللي جايه؟ هو انا احنا طبعا ويملك لعيبه على مستوى عالي جدا جدا، تمام، بس هو هو في دماغه طريقه لعب عايزه وقت طويل يكون مع المنتخب الاولمبي، وكون اللعيبه دي عندها قدره انها تلعبها في انديه، بس ده مش هيحصل ان هو يكون مع اللعيبه لفتره طويله عشان اللعيبه على طول مع الانديه. ما دي المشكله، انا شفت الماتش الاخير انت كسبت انت كسبت، بس طريقه اللعب مش يعني اللعيبه مش قادره تستوعبها قوي قوي، عمليه طريقه صعبه جدا جدا، واللعيب المصري صعب ان هو ينفذ تكتيك عالي تحت جهد. تمام، طيب ممكن حضرتك تقول لي الطريقه او بعض السلبيات اللي كانت موجوده في ماتش جنوب افريقيا اللي كابتن شوقي ان شاء الله يتلاشاها او يحاول يتلاشاها ويشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه؟ بناء الهجمه كان بطيء صعب بياخد وقت، الكثافه الهجوميه مش موجوده، يعني انت ما بتلعبش على الجون كتيره، فرقه جنوب افريقيا كانت مستحوذه على الكره، والحركه في عمق دفاعات وسط النادي وسط المنتخب لهم كانت كبيره، وهم لو عندهم قدره ان يجيبوا اهداف كانوا كسبونا 3-4 بسهوله، شايف مجموعتنا بسهوله، شايف مجموعتنا عندهم الحركه من غير كوره. والله انا ما مش قادر اقول، انا ما شفتش بس معظم والكاميرون ومالي، بس هم الفرقه دي عندها هيستوري في قطاعات الناشئين بالذات غانا، يعني كل الفرقه دي عندها هيستوري، يعني مالي من الفرقه اللي بتوصل لمسافات بعيده في كاس العالم الناشئين والشباب، احتكاك قوي بين في اليو ديانج مع منتخب مالي وامكانيات، شايف ان اليو ديانج هيبان في البطوله دي بشكل كويس جدا ويبدا ان هو، والله انا ما شفتش الفرقه الثانيه، لكن هو عنده امكانيات هايله جسمانيه كمان وبدنيه، وعنده من، انا عايز اقول لك على حاجه عمر، انا لاحظتها في بطوله افريقيا الاخيره، الكره في افريقيا اتغيرت تماما، يعني ما بقتش قوه وسرعه، يعني الفرقه اللي كانت بتلعب الزمالك دي ما ضربوش، صح، انا بقول لحضرتك ما بقتش قوه وسرعه، وبعدين مهاره كسبانين ومع ذلك ما جوش دفعوا ما تكتلوش. حاجه اقول لك على حاجه، كم جون دخل بضربات الراس في البطوله الافريقيه الاخيره دي؟ قليل جدا، جون ولا حاجه بس، كلها جمل مال ايه بقى؟ كل اللعب من العمق والتحضير يعني مستوى عالي جدا من التكتيك وبعدين الكره النهارده فاست بريك هاند بول، تلعب فاست بريك كاس العالم الاخير فاست بريك، هم عندهم القدره على دي، هم عندهم القدره يقطع ويبني وبسرعه والانتشار اسرع، عندهم امكانيات رهيبه، وبعدين اللعيبه عشان محترفين في اوروبا التكتيك عندهم ذاب والتكنيك كل حاجه زادت عندهم بقى، ما بقول زي زمان يعني. طيب دلوقتي حضرتك دور المدير الفني بقى، حضرتك راجل يعني راجل فنان عالي جدا، وتقدر تقول لي ازاي المدير الفني يتعامل مع اللاعب لما يحصل له حاله خمول ان هو مش بيلعب ماتشات رسميه، ازاي يقدر ان هو يخليه كده يعني متحمس ويخليه كده على طول جاهز ان هو اول ما يدوا الاشاره ان الدوري يرجع اللاعب يرجع بنفس مستواه ما يحصلوش خمول؟ نادي ولا منتخب؟ نادي طبعا، نادي طبعا طبعا، هو بتكلم على الاهلي على مستر فايلر، هو انت النهارده لما تجيب لعيب في النادي الاهلي معناه ان اللعيب ده امكانياته ايه؟ طبعا اعلى لاعب او اعلى مستوى موجود في مصر، هو لازم يعرف كده طبعا، ان انت في اي وقت انت زي الجندي اقول لك انزل تبقى مستعد شايل سلاحك يعني ايه تعيش حياه المحترف اكنك بتلعب، واقول له كده واقنعه وادي له برضك منتوشه وديه، لازم اعمل له منتوشه وديه واحسسه بالاهتمام، هو الراجل ده بيعمل كده، بس الراجل ده عامل حاجه غريبه جدا. ايه بقى الحاجه الغريبه؟ ماتش الاعلاميين اولا ما وقفش يوجه، وقعد في المدرجات فوق، ما فيش واحد قال للعيب العب كذا ويلعب كذا ويلعب كذا، ودي حاجه كانت غريبه بالنسبه لي جدا. انا عايز اقف بس مع حضرتك في الحته دي، طب ده معناه ايه؟ يعني بالنسبه لي لما حضرتك قلت لي كده فالراجل عايز يشيل الضغط من عمان على اللعيبه، وعايز كل واحد يطلع احسن حاجه عنده، هو ده صح كده؟ هو ده اللي انا بفهم كده صح، هو اللعيب تحت اختبار، هو حاسس ان هو بيختبره بدون توجيه، لو غلطت هو شايفني مش هيقول لي اعمل كذا، مش هيقول لي روح كذا اقف كذا، يعني حضرتك مستر ريني فايلر ما كانش موجود على دكه خالص في ماتش الاعلاميين، كان موجود في المدرجات، ما وجه حتى المساعد اللي كان معاه، وبعدين لما يطلع المدرجات بيشوف احسن طبعا، كل ما تشوف اللعيب من فوق بيبان شكل عارف طبعا المحللين الاداء كل الماتشات بياخد كاميرا الوايد اللي بلاي ستيشن اللي بيكشف الملعب كله، انا بروح يبدا ان هو يتفرج على الملعب، انا لما بروح اشوف لعيب لازم اطلع فوق اشوف تحركاته التغطيه العكسيه، ولما تيجي تعمل سكاوتنج على فرقه ايوه تطلع فوق عشان تشوف طريقه اللعب وشكل اللعب، لو قعدت كده مش هتشوف كويس، ما بيبقاش الملعب واضح بالنسبه لك، عشان كده كابتن بنقول دايما ان التلفزيون مش بيبين كل حاجه، علشان كده لما حد بيكون
عايز يتعاقد مع لاعب شوف ملعب بيجي له الملعب. يعني تريزيجيه لما كانوا عايزين يتعاقدوا معاه في استون فيلا ما اتفرجوش على الهايلايتس ولا اتفرجوا عليه في الفيديوهات، لا دول جم هنا موجودين في استاد القاهره في الملعب علشان يشوفوا تحركاته، بيتحرك ازاي، بيستلم ازاي، بيستلم وكمان بيتابعوه بيسلم ازاي، بيتابعوه فترات طويله لان اللعيب في الكوره بيتعرض لمواقف كتيره مش ماتش واحد. كل ماتش وليه موقف. طب الموقف ده بيعمل ايه؟ طب الموقف ده بيعمل ايه؟ طب الفرقه الجامده دي عمل ايه؟ طب الراجل اللي بيلعب عليه عمل ايه؟ والراجل اللي بجنبه ده عمل ايه؟ بتبقى فترات طويله ما بياخدوش القرار سريع ومتسرع يعني. وبيقيموا على الاساس ده لان طبعا بيبقى في لجان بتعمل يعني حصر اللعيب وامكانياته وسرعاته وتفكيره وحاجات كثيره يعني. طيب بطوله الدوري وبطوله افريقيا، عايز اتكلم في يعني في كل واحده على حده كده. كابتن ناجي، بطوله الدوري هل حضرتك شايف ان هي الاهلي ما عندوش مشاكل فيها وان الاهلي ماشي يعني 41 بطوله بدون اي مشاكل بسم الله ما شاء الله؟ المشكلة ممكن تكون في بطولة افريقيا، النادي الاهلي بعيد عن بطولة افريقيا من 2013، بتكلم على الفوز 8 بطولات افريقيا وبدور على التاسعة. لو كورة هتكسب كورة، هي المشكلة بره. طيب خلينا نتكلم على كورة. يمكن يعني البطولة الأخيرة كانت بطولة محزنة بالنسبة للنادي الاهلي عشان الخروج مكان غير لائق بالنسبة لأداء النادي الاهلي، لكن هل حضرتك شايف إن النادي الاهلي إيه اللي بينقصه علشان يفوز ببطولة افريقيا، وهل ده اتحقق ولا لا بوجود لعيبة ووجود جهاز فني؟ البديل كمان. عندك البديل الجاهز، واعتقد إن المدرب ده فاهم، بيدرس، بيقرا، بيتابع جامد جدا، مركز، بيشتغلوا كتير قوي. اللي انا اعرفه وسامعه ان الناس دي بتشتغل كتير قوي، ما بيريحوش. هو مش جاي فسحه ولا جاي ان هو يعني يقبض وخلاص، هو جاي يشتغل، هو بيشتغل وعنده رؤيه، وبعدين ما بيتكلمش كتير. ما هو اللي اتكلم كتير ما يشتغلش خالص. هو راجل جاي يشتغل، وانا شايف ان البطوله بطوله افريقيا هتبقى اسهل لنا من بطوله الدوري، لان بطوله الدوري مش في الملعب، كل الشغل بره الملعب. بطولة الدوري بتاعت مصر بره الملعب، بره الملعب، كل الشغل بره الملعب، هي اتحولت بره الملعب كله للاسف، كله مش مركزين في الكوره، الناس دي مش مركزه في الكوره. عشان كده ممكن نقول ان الكوره في مصر في الدوري المصري بدات تفقد المتعه والاثاره والجمال اللي احنا بقينا او اللي احنا كنا بنحسه زمان. يا سيدي كسبني في الملعب، تكسبنيش بره الملعب، لان انا مش زيك بره الملعب، انا حاجه وانت حاجه ثانيه خالص خالص، مفيش مقارنه. انت اكسبني في الملعب، عايز تكسبني انزل الملعب واكسبني فيه. انا رئيس النادي عندنا من احسن لعيبه كوره اللي جت في مصر وفي العالم. وبعدين تقول لي مش عارف ايه، ده احسن لعيب كوره جابته مصر، مش بتكلم من يعني عصافير الكاف. انا شفت عضلات الكاف عصافير يعني راجل موجود في كل المحافل الافريقيه. انا بس دي اللي مجننه الناس. ما ده واد خطيب، تتكلم على مين؟ تتكلم على الخطيب. انت بتتكلم على مين؟ اول لعيب في مصر خد كاس الكره الذهبيه. طب سؤال، انت اتفرجت على كابتن خطيب؟ لعيب فاز كان زمان، هو كان معاص، كان بينام جوه في اوضه اللبس بتاعت النادي جوه. كان مثلا واحد كان الحنبله الله يرحمه كان يجي بيعمل ليمونه بتاع، يحلف الليمونه كده يوقفها كده وهو نايم ويعملها كده، وينطقها كده، تجي لك جنان يمسك ازازه الكاكولا يقعد ينطقها كده ويعملها كده. وبعدين خطيب شفت الحاجات دي يعني؟ طبعا قدامك يعني، مش بتحكي حاجه لا لا حد حكاها لك. لا لا خطيب في ميزه كمان، ما بيتكلمش كتير خالص في اي وقت، هو لعيب او هو حتى عضو مجلس اداره او هو حتى نائب رئيس. وانا مستني لو كم ساعات كان بيقعد احتياطي، كنت خارج من اصابته، عمره ما اتكلم. ما هو اللي بيتكلم كتير ده ما بيعملش، ما بيشتغلش، اللي كلامه كتير فعلا. وبعدين هو كمان عنده ميزه ان ربنا موفقه، كان بيجيب جوان بطريقه فظيعه، ويعني ده جاب جون في تونس، انا مستني ده يعني من احسن الاجوان جت في الكره العالميه. فيرست تايم ولا اني واحد؟ لا خدها كره جايله فمختار علي خليل قطعها وداها المختار، ومختار مشي ولعبها له، فهو جري كده الكره بقت وراها، خدها بكعبه كده عدت السرد باكين وجابها جون. يا خدها بكعبه من هنا كده، خدها كده عدت، حاجه صعبه جدا. ده من احسن الاهداف اللي شفتها الكابتن خطيب في حياتي. اهداف ثانيه من، لا من احسن الاجوان اللي شفتها للكابتن الخطيب في الكوره، من احسن الاجوان اللي جت في الكوره. في جون جابه في المحله، خدها من فوق سعيد عبد الجبار، سعيد عبد الجبار كان جامد جدا الكوره كده، راح واخدها كده وراح واخدها فيرست تايم، حاجه مشت على الارض جون، كسبناهم 4 كان في نهائي الدوري. لا جاب جوان عالميه، وفي جون جابه يعني من اول ناس قطع في البعيده وراح جايبها بكعبه، وماتش افريقيا كان نقول انطوي ده حاجه باتكال قوي، قطع محمد عامر عملها بالعرض وراح قطع وعاملها كده في سرعتها ما لحقهاش جون. لا هو عنده امكانيات
طبعا طبعا. وكان عنده امكانيات بدنيه كمان كويسه كابتن خطيب، بدنيه، لكن كان حظه وحش مع الاصابات شويه. لا هو اصله مشكله كابتن خطيب كان عنده بيوصل للكره هنا، عنده مرونه في المفصل، فرجله ما شاء الله كانت بتوصل. كل الصور اللي بنشوفها لكابتن خطيب وهو بيلعب دايما بيكون فريق لما توصل برجليك كده بتبقى الجزء ده ضعيف، اي خبطه هنا بتاثر. وهنا ما شاء الله بقى الخطيب ده مره بوبو يعني كان ناقص يجيب سكينه وموته. اه والله كابتن بوبو الله يرحمه يعني تحت. والله العظيم يعني دخل برجله هنا يعني حاجه، لا كان بيتضرب ضرب غير عادي صعب. طيب انا طبعا محمد محمود واحد اكيد من اللعيبه اللي عندها مستقبل رائع جدا، واللي دايما يعني كابتن ايه حضرتك عارف ان هو حاليا في يعني فتره صعبه جدا في حياته، لسه راجع من اصابه، عنده حلم انه يكون موجود في بطوله افريقيا، لكن وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله اعلم انتم لا تعلمون. يعني رساله حضرتك، بما ان احنا بنتكلم على النادي الاهلي وبنتكلم على الاصابات وبنتكلم على كابتن خطيب وحجم الاصابات اللي كان بيتعرض ليها وحجم الضرب اللي كان بيتعرض ليه خلال المباريات، وبالتالي محمد محمود اصابته الاخيره اكيد حضرتك زعلان زي ما احنا كلنا زعلانين، لكن الدعم اللي شايفه وحب الناس اللي شايفه ده كابتن يعني اعتقد ان هو يكفيه بنسبه حتى لو 50%، رغم ان هو ما لعبش. ما انا كنت لسه بقول انه ما لعبش واخد كل الحب، والجمهور بيحبه جدا. وبعدين هو الولد لما تقعد تكلمه ولا تقعد تسمع له، ولد حبوب جدا وتلاقيه لطيف وعنده، وبعدين لعيب كره عالي قوي، لعيب كره يعني اللي كان هيفرق، بس قدر الله ما شاء فعل يعني. بس برضك يعني الرباط الصليبي بقى زي زمان يعني انت اكن جالك مثلا عندك كاوتش فسك، فرد الكاوتش الثانيه هتعملها وتمشي وتبقى 100 فل يعني حسني عبد الله عمل 3 رباط صليبي ولعب، كان بيلعب قريب وكان يقدر يلعب لحد دلوقتي لولا خلافه مع اداره الاسماعيلي. فربنا يكرمه يا رب ويرجع تاني بالسلامه ويرجع اقوى من مكان باذن الله. هو عنده عزيمه الولد يعني باذن الله. طيب عايز اسال حضرتك على العامل النفسي اللي موجود مع محمد محمود، ازاي يتم التعامل معاه نفسيا، حتى مش هو بس، ممكن نتكلم على العامل النفسي بالنسبه لكل اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي، عشان كره القدم حضرتك ما بقتش لعبه بس، هي بقت علم، بقت دراسات. ازاي اللاعب ممكن نتعامل معاه نفسيا، حتى اللي بيلعب واللي مش بيلعب، اللي بيلعب ازاي نتعامل معاه نفسيا علشان خاطر ما يتغرش وما يخشش. وانا انا بلاحظ ان كابتن صلاح حفيظ بيقوم بدور كويس قوي قبل برضك اللعيبه، انا بلاحظ عارف يعني. ساعات تروح له تلاقيه قاعد مع لعيب فلاني، لعيب كان عنده مشكله، بعدين تروح قاعد في المكتب عند الكابتن صلاح حفيظ، المدرب قاعد مع محمد محمود مده طويله بعد الاصابه، الجمهور لما راح له رفع معنويات رهيبه. يعني يدي احساس للولد. شفت الفيديو يا كابتن ناجي؟ لا ما شفتوش، بس انا سمعت يعني بيديك معنويات عاليه جدا زي مؤمن زكريا. يعني انا مثلا مؤمن زكريا هيرجع ما شاء الله اقوى من مكان، بردك من العامل النفسي والجمهور وراه والناس وراه، ربنا يكرمهم يا رب باذن. العامل النفسي مهم جدا، والمدير الكوره والمدرب لازم يبقى عندهم قدره على معامله نفسيه، مش كل اللعيبه زي بعض. لو سالتك التناجي قلت لحضرتك مين من اللعيبه اللي حضرتك متوقع ليها الموسم ده تكون مفاجاه بالنسبه للجمهور، او ان هو بلاش مفاجاه، ممكن مفاجاه، او ان هو هياكد على تالقه خلال المواسم اللي قبل كده مع النادي الاهلي، والجمهور اكيد هيكون مقتنع بيه ويكون حبوه كمان. مستر فايلر هيطور من اداءه وهيشتغل عليه. اثنين، اول واحد انا عارفه رمضان صبحي وحمدي فتحي. شفت انا عارفه ازاي وحمدي فتحي. لا انا مبهور في المده القصيره دي بالتطوير اللي حصل. مبهور طبعا، اكتر من مبسوط كمان. لا مبهور، هو ناقصته حاجه واحده بس، رمضان يلعب بدماغه، لما يخش ورا راس الحربه زي ما بيخش كده يقطع يلعب بدماغه. طيب حضرتك قلت حمدي فتحي يا كابتن، اشمعنى حمدي فتحي؟ حمدي فتحي تعرف لما واحد بيغني مثلا في المولد كده، تمام سوري يعني سوري بالتشبيه. لا لا انا مش عارف عشان كده بضحك. وبعدين تجيبه يروح مغني في الاوبرا تلاقي صوته رهيب. يعني صوته حلو ولا صوته وحش؟ لا صوته هايل. انا ما اعرفش عشان كده بضحك. لا امكانياته هايله، امكانياته بس امكانياته يعني واحد في المولد تيجي يغني في الاوبرا امكانياته اللي هو امكانيات بتكون جامده جدا. بس مش عارف اشغلها صح. ما حدش حاسس بيه بالظبط كده. هو كمان الفرقه والضغط، اصل اللعيب ايه؟ انت ساعات تجيب لعيب من حته وكل لعيب مكسر الدنيا ويجي النادي الاهلي تلاقيه خد غطس. ليه؟ ما بيستحملش الضغوط، ما فيش شخصيه، وعنده امكانيات في الكوره، لكن دي مش مساعداه ان هو يبقى لعيب كوره كويس. حمدي عنده دي. تلاقيه عنده شخصيه وبياخد الكوره اكنه بيلعب في النادي الاهلي بقاله 5 6 سنين. طيب تعالى اخش معاك لملف سخن شويه، وهو ملف تاجيل مباراه القمه، مباراه الاهلي والزمالك، و
الاهلي كان هيلعب ماتش الجونه، النادي الاهلي طلع بيان قال لك انا مش هلعب ماتشات في الدوري غير بعد الماتش الاهلي وزمالك، وده حاجه انا مش بفرض على اتحاد الكوره. اتحاد الكوره هو اللي قال ان ماتش الاهلي وزمالك في الجوله الرابعه، وقال ان مفيش ماتش هيتاجل. ليه الماتش اتاجل وليه اتلعب مكانه الزمالك والمقاولين؟ فالاهلي قرر ان هو ما يلعبش، وبعد كده الدوري اتاجل بسبب الازمه. هبدا معاك من الاول، رايك مبدئيا في تاجيل ماتش الاهلي وزمالك؟ طبعا مش مظبوط. ليه؟ اقول لك ليه. مش في دواعي امنيه؟ لا، ما انا اقول لك على حاجه بس. هو الامن ما شافش الجدول؟ هو جو الامن بعد الجواب؟ لا، الامن ما شافش الجدول. طب انا بقول لحضرتك هو الامن بعد الجواب؟ لا سيبك من كده بقى. لما يطلع النهارده ماتش الفرقه السنغاليه دي وتعمل يوم 24 ورئيس الزمالك يطلع بنفسه في قناه الزمالك اللي هي قناه الزمالك اليوم ويحلب بالطلاق انه مش هيلعب ماتش الاهلي وماتش الاهلي يتاجل، خلاص؟ وتيجي الماتش يتاجل تقول انت ايه؟ ماشي، هقول ان رئيس النادي هو اللي اجل الماتش. تمام، مش الامن. انت طيب تقول. طيب هل حضرتك شايف ان تاجيل ماتش الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك لصالح الزمالك؟ طبعا. تمام، لصالح الزمالك. طيب الحاجه الثانيه، هل حضرتك شايف ان اصلا ان انا اجل ماتش وان انا العب في نظام المسابقه كله يفرق ايه عن السنين اللي فاتت، وايه اللي هو هيتغير بدل ما فيش حاجه اتغيرت؟ ما انت عملت ما هي هي انت عملت. طب ايه الفرق؟ ما فيش فرق. الجمعيه اللجنه دي زي اتحاد الكره اللي مشي برضك، نظام بوس على دماغه والعرب والبتاع والقعده وهنأجل هي نفس الحكايه. يعني قلنا توسمنا خير في الشباب واستاذ الجنايني وتوسمنا خير، طلع الكلام كله فنكوش. طيب شايف الاهلي بقى واول خطوه ان اخدها قال مش هلعب ماتش الجونه غير لما العب ماتش الاهلي وتمسك بموقفه. وناس تقول بقى ايه يعني، عشان بس دي نغمه دايما بتثار على السوشيال ميديا من قبل الجمهور الاهلاوي، وانا مش عايز الجمهور الاهلاوي بصراحه يفضل يقولها، يقول الاهلي ماشي كلمته والكابتن الخطيب ماشي كلمته، الكلام اللي حضرتك عارفه ده. وهي في الاول وفي الاخر هي اصول وادب، ودايما ما حدش بيقدر يمشي كلامه غير من خلال الاصول ومن خلال القواعد المحطوطه. هو وزير الشباب يعني استاذ اشرف صبحي لو مش عارف قيمه الاهلي وان الاهلي على حق، بالظبط دي النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها، الاهلي على حق طبعا، عشان كده الاهلي اتمسك بموقفه، لكن الاهلي ما اتمسكش بموقفه هو مش على حق. رئيس الزمالك طلع قال انا مش هلعب ماتش المقاولين وحلف بالطلاق وحلف بالطلاق على ماتش ولعب، ما حدش بيقول لي كده. طيب عايز اسالك سؤال عشان خاطر نقطه مهمه حضرتك قلتها، زياره سياده الوزير للكابتن محمود الخطيب في المنزل علشان يطمن على صحته، ده مبدئيا. وتاني هام طبعا علشان يتناقش مع الكابتن الخطيب ومجلس الاداره اللي الكابتن الخطيب استدعاهم علشان يكونوا موجودين، وان هم يتناقشوا في حضور المجلس ككل وياخد رايهم قدام معالي الوزير في القرار اللي الاهلي وصل ليه. هل حضرتك شايف ان دي بتدل على ان الاهلي عائله واحده وان الاهلي مجلس أهلي واحد ولا يمكن الاهلي ياخد قرار منفرد؟ لا طبعا، احنا عندنا مجلس اداره يعني كلهم بيتكلموا باسم النادي الاهلي، مش واحد بس اللي بيتكلم. كابتن الخطيب ما بياخدش قرار لوحده. صح. وليه طول عمرهم في النادي الاهلي؟ كابتن صالح نفسه وكابتن صالح، كابتن حسن حمدي، والكابتن الخطيب طبعا عاشر الناس دي وعارف اللي بيحصل في النادي، وانا بقالي 50 سنه 55 سنه في النادي الاهلي، عارف ما فيش حد بياخد قرار لوحده في النادي الاهلي، احنا عندنا مجلس اداره وكلهم محترمين وكلهم عندنا وزير سابق وعندنا الدرندال ومرتجي ناس قديمه ورانيا، كل دول قدام في المجلس. يعني عارفين نظام النادي الاهلي. كابتن الخطيب ما قدرش ياخد قرار فردي. طيب عايز اسال حضرتك، بس انا عايز اقول على حاجه. الوزير يعني كان لازم الموضوع ده يتحرك بدري، ما يبقاش يستنى لما الاهلي يطلع بيان يقول انا مش هلعب ويعمل مشكله. ما هو صدر مشكله مش عارفين يحلوها، فانت ليه ما تاخدش قرار اول ما يقول الماتش اتاجل تروح متدخل؟ ولا الكلام مش مظبوط كده؟ يعني هو المفروض كان ياخد وزير يتحرك اول ما عرف ان الماتش اتأجل. طيب عشان الوقت بيجري معانا، عايز اروح مع حضرتك للمنتخب واختيارات المنتخب. البعض بيقول ان في لعيبه ما تستحقش ان هي تكون موجوده، البعض بيقول ان المدير الفني دايما بيبص على اللعيبه بشكل عام ملوش علاقه بادائه مع ناديه. وعلى سبيل المثال وليس الحصر، ان الكابتن حسن شحاته في 2006 لما استدعى محمد عبد الوهاب ما كانش هو الظهير الايسر الاساسي للنادي الاهلي، كان جليبرتو هو الظهير الايسر للنادي الاهلي، لكن الكابتن حسن شحاته كان مقتنع بامكانيات محمد عبد الوهاب الله يرحمه. وجد. طيب راي حضرتك ايه في بعض اللعيبه، مش عايز اقول احدد اسامي عشان بس ما حدش يقول ان احنا بنقول لعيبه معينه، اختيارات والمرحله اللي جايه، وشايف ان كان في لعيبه ممكن تستحق ان هي تروح المنتخب؟ اقدر واحد على انه يختار اللعيبه، وانا كابتن حسام عنده امكانيات كويسه في الكوره وراجل بيفهم، مش هياخد لعيب مش هيفيده ابدا.
بس هو بردك بياخد اكبر قدر من اللعيبه عشان يقدر يعمل الوصفه كده ويطلع اللي هو عايزه. في لعيبه ساعات بيبقى في شك فيها. انت يعني ايه هيزيتيتد، ما بتتفرجش عليه قوي، عارف ان هو كويس بس مش عارف لما تجيبه ويشتغل معاك وبتاع تعرف هو كويس ولا وحش هتقدر تاخد القرار. يعني حضرتك شايف ان كهربا اختياره للنادي لمنتخب مصر هو قرار بالنسبه للكابتن حسام بدري؟ كهربا مش معاه باسبور مصري؟ يبقى من حقه ان هو يروح. تمام، لكن 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 طبعا كهربا زي ما بقول لحضرتك مش شرط ان الكابتن حسام يحكم عليه من خلال وجوده في النادي، هو ممكن لاعب يكون مقتنع بامكانياته وقدراته وبالتالي هو. كابتن حسام شحاته خد الحضري وهو بعيد عن النادي الاهلي، سايب النادي الاهلي وبيلعب في في نادي في سويسرا. عشان خده مقتنع ان هو ده احسن جول. وبالفعل اخذ 2008 احسن حارس واخذ 2010 او اخذ 2010 احسن حارس في افريقيا كمان واخذ البطوله. طيب يعني شايف ان في لعيب ممكن يكون اتظلم ان هو ما راحش المنتخب وكان يستحق فرصه ان هو يكون موجود؟ لا، هو ادى كل اللعيبه اللي ممكن تروح المنتخب، خد كل اللعيبه اللي تروح المنتخب. كل طيب. اللعيبه اللي عندها امكانيات تروح المنتخب خدها. طيب عايز في النهايه طبعا عايز حضرتك يعني رسالتين، رساله للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه توجهها ورساله لمنتخب مصر توجهها. نبدا الاول بالنادي الاهلي. هو انا النادي الاهلي انا يعني نفسي النادي الاهلي يستمر طول عمره على المبادئ والحاجات اللي هو ماشي عليها. الدنيا ما تتغيرش بالنسبه له. المجتمع بيتغير والكلام بيتغير والنادي الاهلي هو النادي الاهلي. وده طبعا بشوفه في القناه. محدش بيستفزنا يعني مبسوط مننا؟ طبعا محدش بيستفز القناه. يعني ممكن واحد يقعد يشتمك وانت ما تردش عليه. لا ولا هنرد. ما نردش، احنا جايين نشتغل وجايين نشوف بس هو ده. يعني شغلنا ونشوف ادائنا الاعلامي ونقدم حاجه للجمهور. خلي ردنا في الرياضه في الملعب، هو ده الرياضه، هي دي الرياضه، التنافس وليست خصوم. طبعا نقطه مهمه جدا الكابتن خطيب طبعا اتكلم فيها. طيب منتخب مصر رساله للمنتخب خلال الفتره اللي جايه قبل استعدادات وتصفيات امم افريقيا المؤهله ان شاء الله، وكمان عندنا كاس عالم بعديها، وبالتالي عندنا يعني مراحل مهمه جدا. هو الناس بتقول ان المجموعه اللي فيها مصر سهل، مفيش حاجه اسمها سهله في الكوره دلوقتي. انت شفت بطوله افريقيا الاخيره لعيبه فرق ما حدش يسمع عنها. شوف المستوى، لان كل الفرق بقى فيها محترفين وعلى مستوى عالي جدا. فما حدش استهتر، فانا ارجو ان منتخب مصر يركز في الفتره الجايه وما يستهترش بالفرق اللي هيلعبها. معلش سؤال مهم جدا عايز اساله لحضرتك قبل ما اختم معاك. اتفضل. شاره القياده صلاح وفتحي، فتحي وصلاح، مين الاقدر بقياده المنتخب الوطني؟ ليه؟ فتح الاقدم. وبعدين انت لو خدت، طيب لو ما قلناش الاقدم، لو قلنا على مستوى منتخب مصر مين؟ يعني حضرتك نسيبنا من موضوع الاقدميه ونقول ان فتحي راجل لاعب منتخب مصر ولاعب منتخبات. تمام. اصل هيقول لك الاقدميه، طب ما بره ما فيش اقدميه. طيب بس بره في حاجه اسمها تصويت وفي حاجه اسمها شخصيه وفي حاجه اسمها ان لاعب ما ينفعش اجي جنبه. هو بره بياكلوا باميه؟ لا ما بياكلوش باميه، بياكلوا ملوخيه. سلام. احنا هنا عندنا حاجات يعني ما تقدرش في كل حاجه. طب لو فتحي مش موجود واحد. لو فتحي مش موجود مين كابتن منتخب مصر؟ محمد صلاح؟ افتكر. طيب يعني حضرتك خلاص نتفق ان مع وجود عبد الله السعيد. طيب يعني حضرتك مع وجود احمد فتحي مفيش حد كابتن يجي بعد احمد فتحي. انا عايز اقول لك على حاجه، كسر النفس وحش. صح. يعني انت لما تيجي النهارده تاخد الشاره من احمد فتحي تديها لمحمد صلاح، حتى محمد صلاح ما اعتقد ان هو ما يقبلش. انا قلت حضرتك نهايه الازمه ان محمد صلاح يطلع يقول انا لن اقبل بشاره القياده في ظل وجود احمد فتحي. انه قال كده. صح؟ هو اللي ما كانش المفروض تتعرض. يعني ازمه بدون لازمه. انت بتعمل ازمه ليه؟ بتكسب. هل ان انا عايز ارد محمد صلاح بعد موضوع ازمه التصويت الاخيره؟ ممكن يكون هو ده عشان احاول ارضيه، عشان هو ما كانش موجود والعلاقه متوتره في الفتره الاخيره بينه وبين الاتحاد المصري. تليفون صغير يا كابتن من كابتن حسام البري ينهي الموضوع ده مع محمد صلاح. يعني محمد صلاح افتكر عنده نفسيته كويسه، ولد مؤدب، يعني هو نفسه مش هيقبل ان احمد فتحي يتاخد منه شارة الكابتنه. اعتقد يعني. والله اعلم. طيب كابتن ناجي خليل، يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معايا، استمتعت جدا بارائك وكلامك. الله يخليك ودايما تكون موجود معانا كابتن ناجي. باذن الله. ربنا يخليك. شكرا جدا. شكرا افضل. وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن ناجي خليل عضو لجنه اكتشاف المواهب بالنادي الاهلي. لسه مستمرين معاكم في الفقره الحواريه الثانيه مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ رضوان الزاتي. خليكم معانا.